هو واخوه هذا طلعوا اكو محل يعني قريب على البيت كلش، يعني احنا بصراحه ما نخليهم يطلعون لانه نخاف، يعني تعرف يعني صارت هواي قضايا فنخاف عليهم. طلع هو واخوه محل قريب على البيت راح يشترون لهم، يعني تعرف الاطفال. من رجع اخوه رجع مرعوب، يعني يبكي ويصيح اخويا مات. احنا حقيقه يعني طلعنا لقينا الطفل ماكو، بس مكان قلت لك بقايا الدم، يعني قلنا الحمد لله رب العالمين، قد يكون قدر الله وما شاء فعل، صار حادث يعني المستشفيات يا اكيد اخذ المستشفى. اخوي راح هيك دمت ثيابي اخذ وجهي وراح اركض لامي قلت لها كان ارسوحي منه الدم منه. فمن طلعنا يعني ما خلينا مكان، يعني كل المستشفيات القريبة عن المنطقة دورنا عليها، حتى اتجهنا باتجاه بغداد ما لقينا أي أثر. تعرف الناس والجوارين الكل وقفت يعني ومنتظرة شنو خبر الطفل، عايش ميت. من رجعنا قلنا لهم ما لقيناه بالمستشفيات، فصارت يعني هنا صارت صدمة بالمنطقة. يعني احنا كنا من قالوا انضرب وشال السائق اطمئنينا، قلنا اخذه للمستشفى، قلنا انسان عنده ضمير وشال الطفل اخذه للمستشفى. احنا ندور بالمستشفيات 4 ساعات احنا ندور الطفل ماكو خبر عنه. هذا الطفل هسه الله وكيلك ما ينام الليل، يعني يوميه الف مره يقعد بالليل يصيح اخوي لان شافه قدام عينه المنظر، يعني استاذ المنظر جدا بشع، يعني جدا بشع. مع الاسف بعد ما الناس فزعت لنا وطلعنا ندور بكل مكان لقينا مصير ابننا بحاوية النفايات. صاحب البيت هذا البيت مال الحادث صار هذا يوم، هذه الملهولة وهذه جلكم الله هاي الحاوية مال النفايات. فمن طلعت لقيت السيارة المهافي موجودة اي في بهذا المكان، نزلوا منها اطفال اثنين يعني اللي يسوقون بها، شالوا الطفل شالوه بالسيارة ذبوه. وبعد فترة طويلة التمت الناس كلها وتدور الطفل ماكو، يعني يجيبونه يقولون ان الطفل لاقيناه بحاوية ما زبالة. يعني انت تخيل هذا موقف، يعني شلون تتحمل طفلك اللي انت مربيه ومن هو مفاطنك انه يشتلقه بهيج موقف. هم طبعا اثنين يعني مو واحد، هم كانوا اثنين بالسيارة وهم اقارب، فأحد السائق موجود بالتوقيف، أما الثاني صادر عليه أمر إلقاء القبض، لكنه ما أعرف حقيقة، أنا ما تابعت لحد هاللحظة، لحد اليوم الصبح ما أعرف إذا ألقوا القبض عليه أو لا. واحد من عندهم موجود بالتوقيف حاليا، والثاني لا، هذا بالتوقيف السائق يعني حقيقة أبوه هو اللي جابه وسلمه إلى مركز الشرطة. بعدها رحنا للمستشفى، طفل من جابوه أنا واقف على رأسي، أنا عمتي أخت أبوه واقف على رأسي، يعني طفل ماكو منتهي، رأسه مفتوح والدم، يعني مصيبة والله مصيبة. والمشكلة كلها أنه اللي سوى هاي المشكلة واللي سوى هاي الجريمة، يعني شنو الإنسانية اللي عنده؟ أنت ضربت هذا قدر الله سبحانه وتعالى، كنا مؤمنين ونؤمن بهذا القدر، لكن إن أنت تأخذه وترميه بزبالة، أوفى بلقى يا أخي اللي شيله، أوفى خليه بلقى، إحنا أهلا نجي، بس اللي سواه يعني ما أعرف. الله أكبر الله أكبر، حسبي الله ونعم الوكيل، ما نقول غيرها. اللي أذانا واللي ألمنا أكثر هو حمل الطفل ورميه بالحاوية مع النفايات، على يا سبب؟ على شنو الجرم اللي أخذه هذا الطفل؟ زين أنت من صار هذا الحادث اترك الطفل يا أخي مكانه، ينقذون أهله، تنقذ الناس، تنقله تودي المستشفى، روح مركز شرطة، روح للجيش قريب عليك، حتى على أنه ينقذون المستشفى يسعفونه. وما نطلب غير من رب العالمين الصبر، وأنه إحنا نتحمل اللي صار بطفلنا وننتظر إن شاء الله العدالة هي اللي تأخذ حق ابننا من اللي صار به. فإحنا نطالب من العشائر وأهل الضمائر الحية بأنه لا يسامحون مع هذه جريمة نكراء بشعة اتخذت بحق طفل عمره 4 سنوات طفلة، وتجي تجامل عليه، لا ما نقبل المجاملة إحنا، ولا نقبل المجاملة على دم ابننا. ونطالب من السلطات والجهات المختصة بأن تأخذ دورها بردع
هؤلاء المجرمين، احنا اعتبره مجرم ومنعتبره جريمة قتل متعمد.